بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو فيروياج ديال واحد الكراج، يعني الريدو إلكتريك ولكن ديال الكراج، يعني فيه الفيروياج، فيه جوج سوارت، واحد من الداخل وواحد من برا. هنا النوتر غيمشي للموتور المحرك، هاهو النوتر غيمشي للمحرك، والفاز غيمشي للساروت الأول والساروت الثاني، ومن هنا يعني الروتورات، الروتور الاول غيتلاقى مع الروتور اللي الروتور الاول ديال الساروت اللي على برا غيتلاقى مع اللي للداخل، والروتور اللي على الاخر ديال على برا غيتلاقى حتى هو مع ديال الداخل. هما دابا هنا مثلا جيت بغيت ندخل الكراج الطوموبيل الكراج، غنحل هنا اوت برا، غنحل الساروت، غنورك على هذا سميتها غيطلع، نورك على هاد البوطونه هادي غيطلع الريدو، غندخل الطوموبيل ديالي. بغيت مثلا دخلت دابا لداخل، انا وركت على هاد الساروت، دخلت الطوموبيل دخل داخل، علاش غنورك؟ غنورك على هذا باش يهبط، شتي غيهبط بحال هكا، غيهبط هذا، غيهبط على الداخل. سديت الريدو، جيت الصباح والثاني بغيت نخرج الطوموبيل ديالي، غنحل بالساروت عند عندهم سوارت، غنورك على هذا ياك، غيتحل لي الكراج، غنخرج عاوتاني على برا، بغيت نسد غنحل عاوتاني بالساروت، وغنورك على هذا غيهبط، غيهبط الكراج وغنمشي في الطوموبيل ديالي وغنمشي. مفهوم هذا؟ يعني هاد السوارت فيهم السوارت، هاد لي زانتيريبتور فيهم سوارت، كيتحلو باش فيهم الساقطة، كيتحلو بالسوارت الساقطة والساروت، يعني هنا أوت الخارج، وهنايا كاي سويتش، يعني لوكليد ولانتيريبتور، يعني هاد الساروت ديال سميتها بحال هنايا، يعني لوكليد ولانتيريبتور، هذا أين يعني الداخل، وهذا أوت الخارج برا. هنا النوتر غيمشي 220 فولت، غيمشي للزرق، غيمشي للموتور المحرك ديال الريدو. الفاز غيمشي ل 220 فولت، غيمشي لفيزيبل 20 امبير، وغيمشي للساروت الاول ديال برا اوت ريدو الكتريك، وغيمشي للساروت اللي على الداخل. وهادو الروتور الاول اللي على برا غيتلاقى مع الروتور اللي على الداخل بحال هكا، غيتلاقاو بجوج هنايا، والروتور اللي على برا حتى هو غيتلاقى مع الروتور على الداخل. دابا هنا جبت الطوموبيل ديالي، غنحل بحال هكا، غنحل هاد الساروت هذا، غنورك على هذا، غيطلع الريدو بحال هكا، غندخل الطوموبيل ديالي، غندخل الداخل، بغيت نهبط هاد الريدو غنحل عاوتاني، غنورك على هذا، هاهو شتيه، نورك عليه غيهبط الريدو ياك. الصباح والثاني بغيت نمشي للخدمة، غنحل من الداخل، غنحل هذا، غنورك عليه عاوتاني هنايا، غيطلع لا من الداخل، غنورك على هذا سميتو، غنورك على هذا شتيه، من الداخل غينزل الريدو، غيطلع الريدو، غنخرج غنحل عاوتاني وغنورك على هذا اللي غيهبط الريدو. صافيين دابا جيت الصباح هنا حليت بحال هكا، حليت بالساروت بحال هكا، درتها اش غندير؟ جيت مثلا بغيت ندخل الكراج، بغيت خارج بالطوموبيل، بغيت ندخل الكراج، غنحل بحال هكا على برا، غنورك على هذا غيطلع، غيطلع لي الريدو بحال هكا. دخلت لداخل بغيت نهبط الساروت، حليت عاوتاني، غنورك على هذا شتي، هذا هو ديال الهبوط، غنورك عليه بحال هكا غيهبط. الصباح والثاني بغيت نمشي للخدمة، اش غندير؟ داخل غنورك على هذا شتي، غنحل غنورك على هذا، غيتحل لي من الداخل الكراج. ركبت في الطوموبيل ديالي بغيت ننزل، اش غنورك؟ غنحل عاوتاني، غنحل هاد الساروت، غنحل هذا وغنورك على هذا شتي، غيهبط لي الريدو. مفهوم هذا؟
Ici, il y a une schéma de verrouillage d'un garage. Ici, le phase va directement sur le premier interrupteur et le deuxième interrupteur. Le premier interrupteur out, dort le premier deuxième interrupteur avec la clé et la serrure. In. Le phase va sur le visible 20 ampères, ensuite il va sur le premier interrupteur et le deuxième interrupteur de garage. Voici le moteur, le harik. Le neutre va directement, le bleu, va directement dans le moteur. Le jaune, et la terre, va directement sur le moteur, la terre, pour le soir. Les deux retours, le premier retour, out, va avec le deuxième retour, in, et le deuxième, le premier retour, de deuxième retour, d'interrupteur out, va avec le deuxième interrupteur de in. Par exemple, si je veux rentrer ma bagnole, je vais ouvrir comme ça avec la clé, la serrure de l'interrupteur. Je clique sur ce bouton, il va se lever comme ça. Je suis dedans, si je veux fermer, j'ouvre et je clique sur le interrupteur de descente. Voilà la montée, voilà la descente. Par exemple, le matin, si je veux sortir, je suis ici, donc, sortir ma bagnole. Je clique sur ce bouton monter. Il va s'ouvrir comme ça. Je sors. Ensuite, je ferme. J'ouvre ce deuxième interrupteur. Qu'est-ce que je clique sur descente. Comme ça, sur ce bouton. Et je pars au travail. Je clique sur ce bouton. Ce bouton, voilà. Descente. Il va se descendre. Comme ça, je pars dans ma voiture au travail. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fi hadha al-video, inshallah, ganchoufo. Yani. ريلو إلكتريك ولكني هذا ديال لفونيتر شيما ديال ريلو إلكتريك فولي غونون شيما فولي غونون فونيتر يعني هذا ريلو إلكتريك فونيتر الفرق بينه وبين هذاك ديال الكراج عندنا سيدي لا طير هو الصفر وهذا يمشي المحرك فاز يمشي لانتيريبتور مونتي ديسونت يعني فيه طلوع وفيه هبوط عندنا النوتر غيمشي المحرك ها هو الأزرق 220 فولت وركت على هذا غيطلع طلع الريدو بحال هكا هبط بحال هكا غيطلع هبط الريدو هذا مونتي وهذا الروتور ديال ديسونت مفهوم دابا يعني الفاز راتير غيمشي بالصفر الموتور محرك الفاز غيمشي لانتيريبتور يعني مونتي ديسونت طلوع وهبوط النوتر غيمشي المحرك هاد الروتورات هادو واحد كيطلع وواحد كيهبط هاو الروتورات في الموتور يعني ثلاثة كيمشيو ليه يعني هو فيه يعني شحال واحد جوج ثلاثة أربعة خيوط اللي فيه هما دابا قلنا لاطير هو الصفر غيمشي للمحرك الموتور الفاز غيمشي لانتيريبتور مونتي ديسونت يعني ديال الريدو الكتريك والنوتر غيمشي للمحرك هاو الازرق 220 فولت والروتور الاول ديال الطلوع غيمشي للموتور والروتور الثاني ديال الهبوط غيمشي للموتور ici nous avons un schéma de rideau électrique polygonal d'un fenêtre la terre avec le jaune, le rouge, le phase de 120 volts va l'interrupteur monter et descendre de volet roulant, le nôtre va directement sur le moteur. Les deux retours, premier retour de montée et le deuxième retour de descente. Je clique ici
le rideau va se lever comme ça, volet volant électrique. Si je clique comme ça, le rideau va se descendre. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.